مشيت قلك مشينا. يي مامي هيدي أول مرة بسمعها. ما رح تخطر على بالي، مش سمعته أبدا. عم أهلك شوي لنفكر. وقفت أقليك؟ شو؟ نقزتوني كيف رحلة؟ نقزتينا؟ شو؟ شو الحزورة؟ يلا كعب من حجر، نص من شجر، راس من بشر. بعد فيي احكي على الوهلة؟ كعب من حجر، نص من شجر، راس من بشر. كيف؟ كعب من حجر ونص من شجر من بشر وراس من بشر. فني مدي فني خلي جو ساعدوني. طيب انا عادة بحذر كل الحزازير على التلفزيون، بس بدي ركز شوي فيها. كعب من حجر وال نص من شجر والراس من بشر. يا باتي كعب من حجر، نص من شجر وراس من بشر. راس من بشر بيعرف ليش عربي مزبوط؟ ما حتى ما بعرف. الانسان بيوقف على الارض على الحجر، الايدين مثل الشجر بتنقص الضفير، والراس من بشر. ما في تسيلات؟ مغطى 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 بريشي. سؤال له هدية حمزاني، فك فك لا تجاوب الحال، لا تجاوب على العمياني. شو تكون نعنع؟ شو رأي سمعته؟ كان فيه شوي طارو ولا مش عارف شي من شي. شو كان فيه؟ ايه شو كان فيه شوي وطارو؟ عقلات. صار لي من اول ما انت فليت وانا قاعد عم بفكر فيها وبعيدة براسي. الكعب من حجر وشو وبالنص من حجر ومن شجر والراس من بشر. والراس من بشر يعني هلا بدك تشغلني جمعة زمان كارثة لارجع اشوفها وطمن بالك ساعتها بتنام هيك. مع العلم انه دائما كنت حلون. كعب من حجر، نص من شجر، راس من بشر. كعب من حجر، نص من شجر، راس من بشر. راس من بشر. أوقات عم نعرفها أوقات لا، بس بدها تفكير. كعب من حجر، نص من شجر، راس من بشر. راس من بشر.